زراعة الأشجار وتزيين مداخل المدينة وطرقاتها بغرس العديد من أنواعها كان عنوان احتفالات محافظة الكرك بيوم الشجرة، بعيدا عن التجمعات والاحتفالات التي كان من المعتاد إقامتها في كل عام، سعيا من أبناء المدينة لزراعة أكبر قدر ممكن من الأشجار. نحن في تعاون مستمر في وزارة الزراعة مع وزارة التربية والتعليم، وحيث نقوم بشكل مستمر وفي كل أعوام في اختيار مواقع مناسبة في المدارس لزراعتها بالأشجار المثمرة والأشجار الحرجية وبمشاركة الجميع. وهذه طبعا كلها جهود نتمنى أن تكون غراس للمستقبل، وكما نريد الأردن كما نتمنى أن يكون غطاء أخضر وأن نحافظ على الثروة الحرجية الموجودة في وطننا إن شاء الله. تحقيقا للمقولة نحو أردن أخضر إن شاء الله أنه تكون هذه المدارس مزينة بهذه الأشجار المثمرة، وأيضا تخلق يعني بيئة مستدامة ويشعر بها الطالب الدافعية للتعلم والتحصيل إن شاء الله. المئات من الأشجار الحرجية وأشجار الزينة تمت زراعتها في العديد من مناطق المحافظة في هذه المبادرات، والتي تشاركت بها الجهود الرسمية مع الفعاليات المجتمعية، الأمر الذي ساهم في توسيع رقعة الأراضي المستغلة بهذا النوع من الزراعات. عندنا في مجال المدرسة والمجتمع التشاركية المستمرة ما بيننا وبين المجتمع المحلي، المدرسة داعمة للمجتمع والمجتمع يقدم خدماته للمدرسة، وأيضا ينصب في مجال بيئة الطالب التي نهدف من خلالها إلى توفير بيئة صحية وآمنة للطلاب وتوفير مناخ مناسب ومناظر جمالية في هذه المدرسة. سعدنا بهذا اليوم الجميل من أيام الوطن الجميلة بمشاركة بزراعة وغرس الأشجار الزيتون والأشجار الحرجية في مدرسة بنات القصر الأساسية. وحقيقة الشجرة هي تمثل لنا رمز ومعنى، ويتمثل حياة الشجرة، وأيضا هو غراء لهذا اليوم وغراس الشجرة يعتبر دافع وطني وديني. القضاء على شبح التصحر والذي بات يمتد لأطراف المدينة بالإضافة للحفاظ على الغطاء النباتي كانا أبرز الأهداف التي ساهمت في استمرار هذه المبادرات في كل عام، والتي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الزراعة لزيادة أعداد الغابات في كافة المناطق. تحويل أكبر مساحة من الأراضي غير المستغلة بالزراعة في كافة أنحاء محافظة الكرك لمساحات خضراء بزراعتها بعدة أنواع من الأشجار هو الهدف الذي سعت إليه المبادرات المجتمعية والرسمية من خلال إطلاق هذه المبادرات، والتي جاءت تزامنا مع الاحتفال بيوم الشجرة. يزن الشمائلي، المملكة، محافظة الكرك.